موقف في جسر السويس. معانا من هنا من هناك مراسلتنا مي عدلي. مي مساء الخير. خرجت اليوم من المرج وعين شمس وحلمية الزيتون، اجتمعوا كلهم مروا في جسر السويس حتى وصلوا إلى الألف مسكن. كانت الاشتباكات حادة جدا بين قوات الأمن وبين عناصر جماعة إخوان المسلمين المحذورة. تسلقوا يعني العناصر الجماعة تسلقوا أحد العقارات بميدان الألف مسكن ورشقوا قوات الأمن بالمولوتوف والأعيرة النارية كما أكد لنا شهود العيان، كما قاموا بقطع الطريق أيضا وإشعال النيران والألعاب النارية على طول المسيرة، يعني من عند جسر السويس وحتى الألف مسكن. بمجرد الاشتباك معهم هربوا إلى الشوارع الجانبية، خاصة شارع أحمد عصمت، يعني هربوا إلى داخله. في عين شمس وقوات الأمن قامت بعمليات تمشيط واسعة جدا، تم القبض على عنصرين فقط حتى الآن. هذه بالنسبة للمظاهرات. أما بالنسبة لحالتين الوفاة، يعني إحنا سمعنا يعني عدد كبير من الإشاعات بهذه يعني بحالتين الوفاة، لكن قوات الأمن أكدت لنا أنه ما فيش أي نوع من الإصابات أو حالات الوفاة، سواء من ناحية المتظاهرين أو من ناحية الجيش أو الشرطة. طيب هل انتهت الاشتباكات دلوقتي ولا لسه مستمرة؟ انتهت الاشتباكات بالفعل الآن، وقوات الأمن تعود مرة أخرى إلى تمركزها أو إلى الأقسام التابعة لها. بالنسبة لمدينة نصر، في الصبح كان بعد صلاة الجمعة خرجت مسيرة من مسجد السلام، تحركت إلى يعني مصطفى النحاس وقامت بقطع الطريق، كانت بالعشرات. بعد ذلك يعني تصدت لها قوات الأمن على الفور، تم تبادل بين قوات الأمن والمتظاهرين بالحجارة ويعني إشعال الإطارات، واجهتها قوات الأمن على الفور بالمياه وقنابل الغاز حتى تفرقوا إلى الشوارع الجانبية، وقامت أيضا بعمليات تمشيط هناك، وتم الإمساك ب 14 عنصر ومعهم عدد من الأدوات المستخدمة في المظاهرات كما ذكرت يا عمرو. طيب. يعني أشكرك يا مي عدلي، وحطتنا في صورة الأحداث اللي حصلت في شرق القاهرة في جسر السويس تحديدا.